الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. القطاع الزراعي بيمر بمواسم، وده شيء طبيعي احنا بنتكلم عنه دايما، ان لازم نتابع احتياجاتنا في الموسم الزراعي من توافر التقاوي المعتمدة، من توافر الأسمدة وصرف مقننات الأسمدة للمزارع. عمليات الري من أهم الملفات اللي بتناقشها الدولة النهاردة، واللي بتحتل مجهود كبير جدا ومكانة لدى المسؤولين، ملف إدارة المياه. وإدارة المياه بتعريف مبسط جدا، إن أنا عندي موارد مائية وحصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، ده بالإضافة إلى المياه الجوفية. بنعتمد على مياه النيل في القطاع الزراعي بشكل أساسي، ونظم الري القديمة لم تعد مجدية في هذا التوقيت بكل صراحة. ما ينفعش إن احنا نقول إن احنا دلوقتي هنبتدي نطور، لا، احنا ابتدينا نطور فعلا، والدولة وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدت فعلا من سنوات إن هي يكون لديها رؤية تنفذ على أرض الواقع. مشروعات تطوير الري الحقلي وتطوير محطات ضخ المياه داخل هذه الأراضي بقى أمر ملزم، إن أنا أتحول من الطاقة السولار أو الديزل إن أنا أشتغل بالكهرباء أو بالطاقة الشمسية. ومجال الطاقة الشمسية بقى مهم أيضا، لأن أنت بتتكلم على وفرة بتتمتع بها مصر في الطاقة الشمسية. النهاردة لما بيجي المزارع يتكلم عن الري بيقول لك إن تكلفة الري زادت. فعلا المياه ليها قيمة غالية جدا، وقيمة المياه بترجع لمحدودية مواردنا. انت النهاردة بتتكلم على 55.5 مليار متر مكعب، عدد سكان 110 مليون نسمة تقريبا. قطاع زراعي بيحتاج الى مياه، استصلاح اراضي جديدة، عندك قطاع صناعي بينمو، ده بالاضافة الى احتياجاتنا الاستهلاكية او المنزلية. بقى من الواضح ان كل قطرة مياه ليها سعر. طيب المزارع بيدفع حقها ازاي، او تكلفة قطرة المياه دي؟ من خلال عدد ساعات الري، ودي بتستهلك طاقة، وبيتكلم دايما ان اسعار المحروقات ارتفعت. طب لما نتحول الى كهرباء دي هتبقى اقل في التكلفة. النقطة التانية الري البحاري، ان انا بقى عندي رمي ري بالغمر، ما بحسبش المقنن المائي للمحصول، انا بفتح المية بتتدفق في الأناية وبنتظر لغاية لما أحس أن الأرض شربت أو تشبعت بالمياه. تطوير الري النهاردة يبقى عندي ري حديث، ري بالتنقيط، كل محصول ليه مقنن مائي محدد بيستهلكه محسوب بعدد ساعات ري، ده هيوفر في كميات المياه، هيقلل الهدر وهيقلل في النفقات الري. أنا بدل ما هشغل المولدات أو المواتير لعدد ساعات طويلة، لا، أنا هشغل بالقدر اللي أنا محتاجه لكل محصول. المزارع هيقول طب والتكلفة؟ هقول لحضرتك أنت النهاردة لما بتدفع فاتورة الكهرباء بتدفع فاتورة كبيرة، لأن أنت ما حسبتش احتياجاتك قد إيه. النهاردة اللي أنت بتدفعه كفواتير للطاقة بأقل منه بكثير هتقدر تطور من ريك، هتقدر تطور من نظم الري داخل أرضك. و النهاردة الدولة بتقول ان في عدد من المبادرات بتمد ايديها للمزارع علشان نبقى جنبك ونساعدك. البنك الزراعي المصري النهاردة موجود بقوة لكل المشاريع الزراعية. المهم ان احنا نبقى عارفين اهمية تطوير الري، المهم ان احنا نبقى عارفين اهمية المياه، ونحافظ على نعمة ربنا سبحانه وتعالى. اصبح من الشيء الغير مقبول نهائي التعدي بكل اشكاله على الارض الزراعية، ومنها على الترع والمصارف. النهاردة أي مجرى مائي بيتم التعدي عليه الدولة بتنفذ إجراءات قانونية سريعة وحاسمة من أجل الحفاظ على كل المسطحات المائية. ده إهدار للمياه. النهاردة لما يكون عندي ترعة للري وتم تبطينها في بعض الأماكن، وده الدولة عازمة على تنفيذه على مستوى الجمهورية، ونلاقي إما سرقة مياه أو تعدي بالردم في أحد الأماكن أو بالبناء، ده إهدار لمواردنا. الدولة لن تسمح بذلك، والفلاح المصري الأصيل عارف أهمية الحفاظ على قوانين الدولة. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعي المباشر. محصول الذرة الشامية من المحاصيل الهامة، وإحنا بنتكلم على محصول
دولة بتسعى جاهدة من سنوات للتوسع في المساحات المنزرعة، مجهود كبير جدا علشان التسويق والتكثيف والفراطات. الدولة بتولي الملف ده اهتمام كبير علشان نقلل من استيرادنا من الخارج. في التوقيت ده في بعض المعاملات الزراعية، في هذا التوقيت يجب أن نراعي بعض المعاملات الدقيقة لإنجاح عملية الحصاد. أنا معايا على الهاتف الأستاذ الدكتور حاتم الحمادي، رئيس قسم بحوث الذرة الشامية ورئيس الحملة القومية للذرة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا دكتور، كل عام وحضرتك طيب. دكتور حاتم. أيوة فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. التوقيت ده من الموسم، إيه أهم الإجراءات اللي المفروض المزارع يتبعها؟ والله إحنا عارفين إن زراعة الذرة فيها عروتين، العروة المبكرة وعروة متأخرة أو العروة النيل. بالنسبة للعروة المبكرة هي اللي هي خلاص أوشكت على الحصاد، بداية الحصاد فيها بيبدأ من نص 8 إلى نهاية شهر 9. أيوة. العروة يجب على المزارع أن يعتني جيدا بعدم بالري وبعدم توريق وتطويش النباتات عشان المحصول ما يتأثرش بالثلج، لأن عملية التطويش والتوريق دي بتؤدي إلى نتائج سلبية على المحصول، ويجهز نفسه بقى يجب أن يكون الحصاد على رطوبة مناسبة حتى لا تزيد الأعفان. ممكن تتحرك بالتليفون يا دكتور حاتم؟ اتحرك بالتليفون بس شويه. تمام يا فندم. كده كويس. بنقول للمزارع في العروه ديت اللي هي داخله على الحصاد انه يهتم بالحصاد على الرطوبه المناسبه حتى لا تزيد نسبه الاعفان في الحبوب، ويجهز المنشر اللي ينشر فيه الذره لتكثيفه. ديت اهم التوصيات اللي احنا بنقولها. الري المفروض يبقى وضعه ايه؟ على كل قد ايه يروي؟ وقت احنا قلنا في العروه ديت بيهتم من 10 ل 12 يوم مع ظروف درجه الحراره العاليه دي، وطبعا الري بيعتمد اساسا على المناخيه وظروف التربه. أيوة. لكن كمتوسط على الايام لو احنا قلنا في الفتره اللي هي يروى على 10 ايام جاي، يروى من 10 ل 12 يوم جاي. ده بالنسبه للري اللي لسه بيستكمل فتره النمو بتاعه. اما اللي داخل على حصاد فاحنا يهتم بحاجتين، عدم التوريق والتطويش، ما يطورش ولا يورق، لان الورق هو المصنع اللي بيصنع الغذاء للنبات. ايوه. المصنع يبقى كده بتوقف النبات ان هو يجيب محصول وياثر على المحصول تاثير سلبي كبير. العمليتين دول ممنوعين تماما، لا توريق ولا تطويش. ده يجهز نفسه بقى للحصاد. العروات خلاص في بعض المزارعين بداوا يحصدوا، اما اجي احصد تكون مناسبه للحصاد. لو حصدت ونسبه الرطوبه عاليه نسبه الاعفان تزيد في الحبوب، وديت بتسبب لي خسائر كبيره. ديت اللي العروات اللي هي شغاله وداخله على حصاد. في عندنا عروه ثانيه مزروعه اللي هي العروه النيلي. العروه النيلي دلوقتي اللي هي مزروعه في شهر 7 بعد برسيم الربايه او بعد اللب وهكذا او بعد الخضار. فالعروه ديت بستكمل فيها جرعات التسميد المتبقيه لها، وبهتم بعمليه الري خاصه في هذه الفتره اللي فيها ارتفاع درجه الحراره. ولو كان النبات بيزهر بهتم جدا بعمليه الري، ممكن فتره التزهير على 10 ايام فقط. فبجهز العروه دهيت ان هي تمر بالمرحله دي بسلام الى ان تصل الى مرحله الحصاد. ديت يعني العروات او في الذره في الفتره الحاليه. العروات المبكره اللي هي مزروعه في شهر 5 داخله على الحصاد، ان الذره بيقعد 120 يوم في الارض، 120 في اليوم. فاحنا لو زرعين في بدايه 5 يبقى هنقصد في بدايه 9. فبدايه 9 خلاص احنا النهارده 23، يعني فاضل على الحصاد بتاعتها 8 ايام. والعروات اللي هي مزروعه متاخره اللي هي في شهر 7 ديت بنستكمل فيها كما قلنا الخطوات السابقه. تمام. بشكرك الأستاذ الدكتور حاتم الحمادي، رئيس قسم بحوث الذرة الشامية، رئيس الحملة القومية للذرة. بشكر حضرتك، وموسم موفق للمزارعين. من المحاصيل المهمة جدا، وأنا بناشد التعاونين، يعني دورنا في التسويق مهم يا جماعة، لازم نساعد الفلاح، خصوصا أن احنا بنتكلم على محصول مهم جدا اقتصاديا. بنتكلم على محصول بنستورد منه كميات ضخمة جدا. احنا أولى
المزارع اللي بيشتغل وبيشقى وبيتعب علشان ينتج للبلد كل الخير ده احنا لازم نساعده، لازم نمدله ايدينا. المفرطات والمجففات ده ملف بنتكلم فيه بقالنا سنين، والدولة خدت فيه خطوات مهمة جدا. احنا السنة اللي فاتت بقالنا سنة ونص شفنا انتاج اول مجفف مصري من المصانع الحربية، مجففات وفرطات، وقلنا ان التعاونيين هينشروا هذه المجففات في المحافظات اللي تزرع الذرة. وعلى فكرة ده هيبقى دافع للمزارع ان هو يزود من المساحات المنزرعة وهيقلل من استيرادنا من الخارج. خطوة زي دي ما هيش صعبة جدا، خطوة زي دي هي محتاجة إرادة فقط، وان احنا نبقى عندنا رؤية لاحتياجات الدولة. كل الملفات اللي احنا بنتعامل معاها في القطاع الزراعي مهمة ولها أولوية، مفيش ملف تقدر تقول عليه لا ده هأجله. احنا يعني ملفات الزراعة بتشتغل في كل الاتجاهات. لما تابعنا جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الملف الزراعي شفنا المشاريع المرتبطة بالزراعة بشكل أساسي بيتم تنفيذها على الفور. من أهم الملفات تدوير المخلفات الزراعية، وده ملف وفر على الدولة مشكلة كبيرة جدا وهي السحابة السوداء. ملف وفر للمزارع فلوس في إيديه، زود من خصوبة التربة. وعلشان كده النهاردة في وفد مشترك من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة لتفقد منظومة جمع وتدوير قش الأرز بمحافظة الدقهلية. أنا معايا على الهاتف الأستاذ دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي. برحب بحضرتك يا دكتور علاء. أهلا بحضرتك يا أستاذ سامح، وأهلا بكل زملاء أسرة قناة مصر الزراعية. بشكرك. يا ريت تكلمنا عن هذا اليوم، لأن اليوم ده مهم جدا للحفاظ على البيئة، لتوفير سيولة في إيد المزارع، لرفع خصوبة التربة، في مميزات عديدة. مين اللي بيشارك مع حضرتك من الجهات المختلفة؟ زي ما حضرتك قلت يا أستاذ سامح، إن النهاردة اليوم بدأ باجتماع ولقاء موسع في مديرية الزراعة بالدقهلية، وشارك معانا زملائنا من وكلاء وزارة الزراعة في مديريات الزراعة بالدقهلية والشرقية والغربية والأليوبية والبحيرة وكفر الشيخ. أيوة. ست محافظات وكلاء الوزارة بتوعهم موجودين معانا وشاركوا معانا في هذا الاجتماع، وأيضا شارك معانا رؤساء فروع جهاز شؤون البيئة بهذه المحافظات. أيوة. وكذلك الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة. تمام. ومعانا اللواء أشرف محسن ده مستشار وزيرة البيئة لشؤون الفروع. كمان معانا كل زملائنا مديري عموم الإرشاد في هذه المحافظات ومسؤولي التدوير والزملاء مدير الإدارات الزراعية بمحافظة الدقهلية. تمام. هي الاجتماع بدأ طبعا بتسليط الضوء على أهمية التعاون المشترك ما بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة، وهذا التعاون ممتد منذ عدة سنوات وأثمر الكثير من النتائج الإيجابية، أخصها التغلب على الأثار السلبية للسحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الرز. أيوه. ده تم باقتناع تام من المزارع المصري بعد جهود قام بيها العاملين في قطاع الإرشاد والإدارة المركزية للإرشاد بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة في نشر أهمية قش الرز وأهمية الاستفادة منه والمنتجات التي يمكن الحصول عليها من قش الرز، وأهمها طبعا الأعلاف غير التقليدية وكذلك الأسمدة العضوية. فده خلى المزارع بقى أولا حريص على أنه يحافظ على قش الرز، لأن بقى منتج ليه سوق وسلعة عليها طلب من العديد من الشركات ومن المتعاهدين والتجار. وأيضا هو نفسه عملنا له ندوات إرشادية وعملنا له ندوات إرشادية تدريبية علشان يتعلم ازاي يستفيد من قش الرز، وازاي هو يعمل كومات سماديه ويحول ايضا يحول القش الرز ده الى اعلاف. ايوه. فده اتدرب عليه بنفسه وتعلم ازاي يعمله، فهو اما انه يستفيد بهذا المنتج لنفسه مباشره اذا كان هيبقى هيستخدمه، اذا كان عنده حيوانات ومحتاج ان يدخل جزء من قش الرز ده ضمن العليقه، او ان هو يحولها لكومات سماديه ويحولها لسماد عضوي. على الجانب الاخر بقى الاثر البيئي الهام جدا على المجتمع اللي هو ايه؟ تقليل النواتج الحرق دي. كان طبعا ده بيؤدي الى حدوث السحابه السوداء، لكن اذا كل المواطنين لمسوا وشعروا خلال السنوات الماضيه انحسار هذه السحابه، وان شاء الله هذا العام
يعني تتلاشى تماما بجهود وزاره البيئه ووزاره الزراعه ومنع حرق الرش وقش الرز. وكذلك مش قش رز بس، احنا بنبذل جهود لسه النهارده متفقين على اننا هنعمل تعاون مشترك في كيفيه الاستفاده من حطب الذره ايضا، وكل المتبقيات الزراعيه هيكون ليها خطه في الفتره القادمه. والقصب يا دكتور برضه القصب بيطلع منه مخلفات او نواتج جيده جدا. صحيح، كل يمكن القصب طبعا كمنتج بيدخل مصانع السكر المنتجات السنوية بتاعته بتصل لأكثر من 150 منتج وده بيستفاد منه، لكن حضرتك طبعا بتقصد المتبقيات الزراعية اللي بتتبقى في الحقل الحقلية. وده صحيح، ده نقدر برضو هنعمل له برضو مجموعة من البرامج ونتعاون فيها مع مجلس المحاصيل السكرية ومع بحوث المحاصيل السكرية أكيد في نشر هذه المفاهيم لدى المزارع، وإن شاء الله يطلع منه برضو منتجات تفيد المزارع وتفيد القطاع الزراعي بصفه عام. يعني الحقيقه طبعا اهم اثر لمنع حرق الرز من وجهه نظري طبعا اذا كان الاثر الاقتصادي وزياده عائد المزارع وتحسين دخله، وايضا الاثر البيئي المحافظه على البيئه نتيجه عدم حرق قش الرز، وفي هدف كمان اسمى هو الحفاظ على صحه المواطن المصري وعدم نتيجه يعني ان هو بيتنفس هواء نقي ونظيف غير ملوث بنواتج الحرق المتبقيات الزراعيه، وده هدف سامي ومهم جدا يا استاذ سامح. حضرتك ذكرت 6 محافظات، الدقهليه الشرقيه الغربيه الألوبيه البحيره كفر الشيخ، ولكن تمام. في الواقع في بعض الاماكن بتبقى مخالفه ودي كبيره في محافظات اخرى، واحنا يهمنا المخالفه دي بتبقى مرحله اولى، لكن بعد كده بقت في زراعه على ارض الواقع وفي مخلفات حقليه زي قش الرز، دول ممكن ان احنا برضو نتوجه اليهم بمعلومات ارشاديه بحيث ان احنا خليني يا استاذ سامح اجاوب على سؤال حضرتك. احنا ذكرنا 6 محافظات هي دي المحافظات الرئيسيه لزراعه قش الرز، ومن بينها ذكرنا محافظه الالويه، ويمكن محافظه الالويه مش من المحافظات المسموح فيها بزراعه قش الرز، لكن بيبقى في بعض المخالفات فيحمي حجمها ما بيبقاش كبير قوي، لكن برضه احنا كاجراء احترازي بنعمل مواقع لتجميع قش الرز وتلافيا لحرقه. أيوة. علشان ما يبقاش الضرر من الناحيتين، يعني صح. ما يبقاش خالف وزرع. أيوة. مخالف وفي نفس الوقت كمان حرق قش الرز ويأثر على البيئة. عشان تعرف حضرتك الفرق ما بين يعني المحافظات وبعض، يعني لو قلنا مثلا ان الدقهليه فيها 305 موقع لتجميع قش الرز، هنلاقي الالويه فيها 7 مواقع فقط. ايوه ده طبعا حتى الان، فيبين لك برضو ان حجم المساحات المنزرعه في الالويه ما هياش كبير قوي. أيوة. لكن في اهتمام جدا بيها على اساس ان القاهره تقع في حزام. أيوة. الالويه والشرقيه، فالتركيز بيبقى بشده على المحافظتين دول لمنع حرق الرز عشان ما توصلش لا للقاهره ولا لاي محافظه في مصر يعني. صح، عشان هتبقى قريبه لينا جدا مع درجات الحراره في هذا التوقيت. صحيح. اقل حرق بيبان في الجو. ممكن الحصاد بدا والحمد لله، عمليات الكبس قش الرز والفرم شغاله هنا في محافظه الدقهليه، وان شاء الله الايام هو انا برضو عايز اشكر حضرتك لان المجهود اللي تم في قش الرز ده حضرتك مشارك فيه من سنين طويله، مش في الفتره دي فقط، يعني حضرتك من سنين طويله وانت بتتابع الملف ده. ربنا يخلي حضرتك. هو طبعا احنا كلنا بنعمل يعني كفريق عمل وكلنا بنكمل من حيث انتهى الاخرون، والحقيقه وزاره الزراعه يعني لها اسهامات سابقه، والزملاء اللي سبقوني في اداره هذا الملف حققوا نجاحات كبيره، وانا بتمنى ان شاء الله ان انا اواصل واكمل ما بداوه، وان شاء الله نحقق نتيجه جيده وافضل كمان. كان سابقا في البدايه يعني بيبقى في دعم عيني زي الاكياس المشمع، بعض الاضافات اللي بيتم اضافتها على قش الرز عشان نشجع المزارع ونحببه في تدوير المخلفات، هل الدعم ده لسه مستمر ولا خلاص المزارع عرف قيمه؟ هو طبعا كلام حضرتك مظبوط، الدعم ده كان بيتم للمزارع وللمتعهد نفسه. أيوه. اللي كان بيجمع قش الرز كان بياخد مبلغ رمزي مقابل كل طن بيجمعه وبيتشون في مراكز التجميع، وبعد كده اللجنه المشتركه من وزاره الزراعه والبيئه كانت بتحصر الكميات دي وتقوم بعمليات الوزن الخاص بيها وتصرف له مبلغ رمزي عن كل طن هو جمعه. أيوه. النهارده بقى في طبعا ده كان بيتم كنوع من انواع التحفيز عشان. أيوه. ننشر الفكر والمفهوم ده. النهارده بعد ما تبين زي ما ذكرت في البدايه حضرتك الاهميه الاقتصاديه لقش الرز، بقى هناك سباق على. أيوه. جمع قش الرز. صح. زي ما قلت لحضرتك اصبح سلعه ذات. صح. قيمه واصبح بيضيف قيمه وهناك قيمه مضافه على محصول الرز، ما بقاش الحبوب بس، لا كمان ده بقى ايه
الحبوب الارز نفسها، وكذلك اصلا ايضا قش الرز ده بقى ليه قيمه اقتصاديه، فالحافز المادي البسيط بقى يعني لا يساوي شيء جنب ما يحصل عليه فعلاً. التجار والمتعاهدين اللي بيقوموا بعمليات التجميع. وده طبعا احنا على فكره بنشجعه وبنشجع ان اللي يعمل في هذا المجال يحقق عائد، لان اي حد بيستثمر من حقه ان هو يحقق ربحيه. لكن هنا دلوقتي نقدر نقول ان في ضمانه ان ما يبقاش في غبن او ظلم للمزارع. لا، هو المزارع عارف تقريبا سعر الطن المتوسط بتاعه في المحافظات كلها ايه، وبيتباع بسعر معروف وده منتج سنوي يعني. ده منتج كان الفلاح بيحرقه، النهارده بقى ليه سعر وليه طلب، وفي ناس بتشتغل فيه، وفي ناس بقى ليها فرص عمل جديده، بتشتري مكبس بتشتغل مع الفلاح، فبقت في حياه جديده بسبب قش الرز. فعلا هو حضرتك يا استاذ سامح متابع برضو الملف من زمان، وتعلم تمام العلم ان مراكز التجميع بتوفر فرص عمل كتير للشباب، بالإضافة لأن هناك الكثير من الشباب أصبح صاحب عمل خلال هذا الموسم، بيحصل على موافقة وزارة البيئة ووزارة الزراعة وياخد موافقة على أنه يعمل مركز تجميع، وبيتولى هو مسألة عملية التجميع والنقل، وأيضا برضو عمليات النقل من الحقول لمراكز التجميع دي بتوفر برضو فرص عمل للشباب ولغير الشباب، بتوفر فرص عمل وبتتيح فرص عمل لكثير من السكان الريفيين اللي موجودين في المناطق اللي بزراعات الرز. أشكرك وبالتوفيق، وكان الله في العون. مزيد من التقدم بإذن الله الأستاذ الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد. جولة أو يوم ميداني في الحقل لمتابعة تدوير المخلفات الزراعية أو تدوير قش الأرز. قش الأرز اللي كان بيبقى عبء على الدولة، وبنفكر وبنستعد لهذا الموسم قبليه بإجراءات كتيرة جدا علشان نمنع الحرق. النهاردة بقى معروف أن قش الرز سلعة لها قيمة، بستخدمه كسماد للتربة، بيدخل فيه او يتم تدويره كأعلاف، في نفس الوقت حمية الارض نفسها من عملية الحرق اللي كانت بتتم داخل الارض الزراعية اللي انا بقتل بيها الكائنات الحية الدقيقة، يعني شيء كان صعب جدا. واقل كمية بيتم حرقها بتظهر في السماء في هذا التوقيت بسبب الظروف الجوية او بسبب المناخ في هذا التوقيت. فياريت ان احنا نبقى عندنا هذا الوعي، ونبقى عرفنا خلاص بعد سنين طويلة اهمية قش الرز كمنتج، وان ده سلعة ليها دخل وعائد نقدي نستفيد منها كلنا. استاذ نزيه من الغربية برحب بيك. ازيك يا استاذ سام؟ اهلا وسهلا. كان ممتاز يا بيه. وحضرتك بالصحة والسلامة. والله احنا كنا مقدمين على البتيلو بقالنا شهرين دلوقتي يا استاذ سام، وبعدين خلصنا الورق والبنك قال لي خلاص انتظر على كده على الشرط بعد ما المعاينات كلها خلصت. ايوه. وبعدين رحت للبنك تاني دلوقتي وقال لي لا لسه ما جاتش، وبعدين كنت قاري عندكم على السريت ان في شرط جه، هو كان قال هتصل في الدفعه الجايه دي ان شاء الله. ايوه. فقريت عندكم على السريت ان الشرط مبلغ وكده، فقلت استفسر من سعادتك يعني. بص يا استاذ نزيه، انا ما بعرفش اجامل، انا ببقى عايز اطمن الناس ونشتغل صح. انت بتقول لي بقى لي شهرين دي تم فيهم الاجراءات والمعاينه ووافقوا لك. الإقبال كبير جدا على القرض، بيبقى فيه عدد من المربيين مقدمين وعايزين ينتفعوا، بيتم التوقيع على الكشف كل فترة دورية عند توافر الميزانية، وكل واحد بيصرف بدوره، اللي قدم الأول بيصرف. فحضرتك هتقول ان انا بقى لي شهرين، لا، في ناس كانت مقدمة من 3 شهور او من 4 شهور. فانت بدل ما اجراءاتك مستقرة، اول ما هيتوافق لك البنك هيتواصل معاك على طول، هيكلموك على تليفونك تعال اصرف. بشكرك يا استاذ نزيه. قرض البتيلو هو من المشاريع اللي فعلا نجحت، واحنا شرحناه مع حضراتكم كتير جدا، يعني انا ممكن اكون اتكلمت مئات المرات في هذا الملف فعلا، ما مش من يعني ضخم من الرقم، لا، مئات المرات. ووضحنا للمزارع ايه الاجراءات وايه المطلوب وايه العائد من الاشتراك في قرض البتيلو، وان اول ميزانيه تم ضخها في هذا المشروع كانت 300 مليون جنيه. النهارده بعد صرف اكتر من كشف وصلنا المليار و600 مليون جنيه تقريبا. المبلغ ده راح فين؟ المبلغ ده دخل وتم تسمين ثروه حيوانيه او عجول بهذا المبلغ. دخلنا بهذا المبلغ لقطاع الثروه الحيوانيه. فلاح اشتغل وفرص عمل توفرت وكميات زياده من المعروض في الاسواق من اللحوم بسبب قرض البتيلو. فاللي ما صرفش لا، هو في كشف وفي دور، واحنا هنا حتى كقناه مصر الزراعيه ما ينفعش ان انا اقول له لا الراجل ده يصرف الاول،
احنا بنتكلم في اجراءات وازاي ان انا اعرفك تروح تقدم فين، ولو في مشكله ممكن نتواصل مع المسؤولين. انما في حقوق، يعني في حق مكتسب لكل واحد في الدوله. النهارده كله اللي بيصرف حسب الاولويه، حسب هو اسبقيه التقدم، هو قدم بورقه قبل مني فهو من حقه يصرف. فهنتابع برضو ونشوف لو في اي مشكله في الاوراق دي بنتواصل مع المسؤولين علشان نساعد المربي. استاذ حسام منين؟ من الدهليه. استاذ حسام من الغربيه اتفضل. حضرتك احنا عندنا دلوقتي ما صرفناش الكيماوي بتاع الذره. ليه؟ كل مره الجماعه يقول لك لسه ما جاش الحصه الثانيه، لسه ما جاتش الحصه الثانيه. يعني انت خدت الدفعه الاولانيه؟ احنا طبعا في ناس خدت وفي ناس ما خدتش. حضرتك خدت الدفعه الاولانيه؟ لا انا ما خدتش ولا دفعه ولا اولانيه ولا ثانيه، لسه الثانيه ما خدتهاش. الحيازه بتاعتك قد ايه؟ يعني مأجر. مأجر قد ايه؟ مأجر فدان. فدان تمام؟ وانت متفق هو عارف في الجمعيه ان انت بتصرف في الكيماوي؟ يعني الاتفاق ما بينك وما بين صاحب الارض ان انت تتصرف في الكيماوي. ده احنا 50 فد، احنا في حضرتك 50 فدان ومعاهم واحد اللي بيلم ويروح يصرف الكيماوي. ما هو ما فيش حيازه 50 فدان بتصرف كيماوي. ما هو مش الواحد لوحده، يعني هم 50 فدان في حوض. هو صاحبهم معاه كل مثلا مقسمهم على كل عشرات عشرات مثلا كده. الجمعيه اسمها ايه؟ ها؟ الجمعية اسمها ايه؟ انتوا فين في الغربية؟ احنا في زفتة قرية دهتور. زفتة قرية؟ دهتور. الجمعية اسمها ايه؟ جمعية دهتور. حاضر. دلوقتي حالا هنكلم وكيل الوزارة وهنتواصل معاه ومع مدير التعاون علشان نعرف بقية برامج الأسمدة. هنشوف بقية برامج الأسمدة هتوصل امتى. انتوا عملتوا الكارت الذكي عندكم؟ اه عملنا الكارت الذكي. طلع خلاص. اه بس هو طالع باسم صاحب الارض، انت مستاجر. اه طالع باسم صاحب الارض وهو اللي بيصرف وبيديكم، ملتزم معاكم ان هو بيصرف واحنا بنروح ناخد منه. اه الدور اخباره ايه السنه دي؟ حلو الحمد لله والله جيد. طيب خليك معايا. ماشي. انا معايا المهندس علي عبد الجواد وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الغربيه. كل عام وحضرتك طيب يا باشمهندس علي. وانت بالصحه والسلامه يا فندم. انت بالصحه والسلامه. بالتوفيق. احنا كنا تواصلنا مع حضرتك من فتره علشان برامج الاسمده. انا معايا وسامعني على الخط استاذ حسام من زفتة. هي القريه اسمها دهتور. دهتوره. دهتوره. هو صرف بعض الاراضي، صرفت الحصه الاولانيه في بدايه موسم الزراعي، لكن لسه عايزين يستكملوا بقيه حصتهم، وكل ما بيروحوا الجمعيه بيقولوا لسه ما جاش. برامج الاسمده إيه؟ اخبارها ايه؟ ما جاش. البرامج الشحن شغاله يا فندم. كل يوم في شحن. ممكن الجمعيه اللي مش ما فيهاش بنصرف من اي جمعيه ثانيه لو ما فيش. هو بيقول مفيش يعني ممكن يروحوا لاقرب جمعيه ثانيه. فين يا فندم؟ يا فندم من اقرب جمعيه ثانيه، بس يكون دافع عليه الرسوم اللي هي بتاع كان عليه تطهير، كان عليه اي حاجه للجمعيه بيدفعها بالايصال وبياخد جواب يصرف من اي جمعيه من اي مركز ثاني كمان. تقدر يا استاذ حسام انت سامعني، تقدر تروح لاقرب جمعيه ثانيه تصرف منها؟ اقرب جمعيه ثانيه اللي هي زفتي. اقرب جمعيه ثانيه ليك في زفته تروح تصرف منها. طبعا انت اللي بيصرف صاحب الارض ومعاه معاه الكارت الذكي. ويكون ويكون ايه اللي باقي له؟ صرف ايه وباقي له ايه؟ مفيش حصه، هي الحصه كلها صرف انا واحد. صرف ايه وباقي له ايه؟ انتوا صرفتوا ايه وباقي لكم ايه يا حسام؟ احنا صرفنا الحصه الاولانيه. بيقول صرفوا الحصه الاولانيه يا دكتور. الاولانيه ايه؟ ما هي حصه واحده، دلوقتي الحصر واحد بينصرف كله نوبه واحده. هو الحصر واحد يا باشمهندس علي بس. ولا كان عنده ارض لسه مزروعه ثانيه؟ انت زارع امتى يا حسام؟ يعني زرع الذره ده، مقطعت الذره كمان وكمرته والله يا دكتور. زرع ايه؟ زرع عنده مساحه قد ايه؟ زرع الذره قطعته وكمرته كمان. هو المساحه دي يا باشمهندس علي انا ناقشته قبل ما ندخل حضرتك على الهواء. هم مأجرين اكثر من فدان متقسمين عليهم، يعني في مالك ليه عدد من الفدادين بيصرف. أيوة. ويديهم هم الاسمده. فهو تمام. صرف انت عارف حضرتك بيبقى في بدايه الموسم لو انا ليه 10 شكاير بيقول لي خد خمسه مثلا. لا 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 السنه دي لا، الموسم الصيفي ده لا. هو طيب. بيتكلم اي كلام. يبقى احنا بقى علشان يبقى الكلام واضح احنا كان الموسم الكلام ده القديم الشتوي. ايوه عشان ما كانش الحصر اتعمل، لكن النهارده ما بصرفش لما اعمل الحصر. والحصر
ببعته على الـ على الـ التابلت بينزل على حصه السماد على طول. طيب جميل، يبقى انا هدي لحضرتك او الاعداد هدي لحضرتك البيانات كامله علشان نقول برضو الوضع ايه على الهواء، نرد على الشكوى دي. حاضر تمام. انا بقول لحضرتك، لكن هو كون ان هو صرف صاحب الارض خد اداله حصه وخد الحصه، ليه ماليش دعوه بيه؟ لا هو انا بتعامل مع المالك. ايوه ما بتعاملش، انا بتعامل يبقى احنا كده هنعرف من خلال حضرتك ايه اللي اتصرف للارض دي، وهديك بياناتها كلها. بشكرك مهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية. يا أستاذ حسام، طيب هو قفل. بشكرك يا أستاذ حسام، خدتوا بياناته يا جماعة؟ طيب هنطلع فاصل سريع وهنستكمل بعده الزراعية مباشر. مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر مع أستاذ أحمد من محافظة إنا. اتفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. انا معايا مساحه 5 سجن قصب كلها قصب يعني هذه. ايوه طبعا المقدم الكيماوي احنا عندنا تحجز مقدم تدفع فلوس في الجمعيه الزراعيه وبعدين بيكملوا على التشخاره وبيجيبوهم. حجزنا احنا حوالي 6 عربيات وصلوا بيهم لغايه الان 3 عربيات بس. انا من ضمن زراعيين ما حجزتش خالص صراحه يعني. فرحت النهارده عشان احجز قالوا الحجز موقوف. قالوا لك ايه اللي محجوز؟ قبل الحجز موقوف عشان تدفع فلوس عشان تاخد كيماوي موقوف الحجز. ما هو انتوا دلوقتي انتوا بتقول لي دافعين حق 6 عربيات صح؟ لا ده البلد دافع يعني المزارعين الجمعيه كلهم البلد نفسي القريه يعني. هو الصوت مش واضح، انت المشكله في ايه؟ نعم الصوت مش واضح، انت المشكله في ايه دلوقتي؟ المشكله انه انا ما خدت كيماوي لغايه الناس. طب هو في الجمعيه بيقول لك لا ليه؟ بيقول لي حاليا ما فيش حد يعني بناخد فلوس عشان يحجزوا لك العربيات اللي جاي. ليه؟ يقول لك المحافظ بتاعنا كلها الكيماوي بتاعها حد موجود. انت في مركز ايه يا حاج احمد؟ ابو طشت. ابو طشت، والجمعيه اسمها ايه؟ جزيره الدوم. حاضر، احنا هنكلم وكيل وزاره الزراعه وافهم منه. انت معاك حزب كام فدان؟ 5 فدانات. صرفت منهم قد ايه؟ ولا سكارى. ازاي ده؟ والله ما ليش ولا اخذت منهم. حاضر، بشكرك يا حاج. لو سمحت انا اتواصل مع وكيل وزاره الزراعه في قنا ومدير التعاون الزراعي 5 فدادين جزيره الدوم مركز ابو طشت قنا. واحنا اتكلمنا في ملف الاسمده ده من فتره طويله وقلنا ان مديرين الجمعيات عليهم دور كبير جدا يا جماعه. تواصلوا مع التعاون، تواصلوا مع وكيل وزاره الزراعه. النهارده الكارت الذكي تم تطبيقه في محافظات كتير. نقدر ان احنا يبقى ما فيش المركزيه، ممكن وكيل الوزاره ومدير التعاون يشوف الجمعيات اللي فيها اسمده فائضه او زياده عن احتياجها ويتم تعويضها في الجمعيات الاخرى. يعني في حلول احنا ممكن نعملها، بس لازم يكون في تواصل مننا من التعاون نفسه. مدير الجمعيه اللي موجود ده عليه دور كبير جدا وهي مسؤوليه مهمه. فانت النهارده بيكلمك بيقول لك انا بقالي عندي 5 فدادين ما صرفتش ولا شكاره، فانت منتظر ايه؟ طب استاذ محمد من البحيره اتفضل. بص يا استاذنا. ايوه يا فندم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا عندي في جمعيه زاويه غزال دمنهور حيازه بفدان الارض، وعندي حيازه ثانيه في جمعيه عزب جميل بينه وبين جمعيه فاتق حي بسيط. ايوه ماشي. عاوز ممكن نضم الحيازه على بعضها، بس في جمعيه طالعه منها لسه معايا البطاقه الورقيه وجمعيه معايا البطاقه الكارت الفلاح. ما هو انت علشان تضم لازم يعني الاثنين يبقوا دخلوا في السيستم اللي هي لسه بطاقه ورقيه. انا مقدم للثاني بس لسه ما يجريش الكارت الفلاح، فطبعا الكارت الفلاح دي اللي بيحفظ لي حاجه وكويس. انت ماشي، انت جربت خلاص، فانت دلوقتي بتقول لي ان ده كويس. ايوه تمام. ايوه فانا عايز اعرف الحيازه الثانيه، انت خدوا منك الاوراق وانت منتظر خلاص؟ انا مقدم الاوراق، انا مقدم اول واحد يعني. انا حتى من ضمن الحيازه اللي جت لي. طب ايه اللي معطلها؟ وبعدين المفروض ان انت هيطلع لك كارت واحد، يعني الحيازتين دول هيطلعوا في حيازه واحده. مش عارف يعني، انا جالي مثلا انا في جمعيه جالي فدانين الحيازه بتاعتي بالكارت. طب الجمعيه اللي هي الحيازه اللي هي لسه ورقيه او لسه ما استلمتش الكارت الذكي اللي فين؟ في محافظه ايه وفي مركز ايه؟ في نفس المحافظه برضه، محافظه البحيره. ماشي. اسم الجمعيه عزب جبيل. اسمها ايه؟ اسم الجمعيه عزب جبيل. ده في مركز ايه؟ مركز دمنهور.
هو انت تقدر تروح للسيد وكيل وزاره الزراعه بكره ولا بعيد عليك؟ البشمهندس محمد اسماعيل زوي؟ اه هو يعتبر لا في بلده قريب منك؟ ايوه 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 في نفس الجمعيه اللي هو حيز فيها. خد معاك الورق بتاعك وتروح له بكره والبرنامج هيتواصل معاه علشان يشوف يضم لك الحيازتين دول ازاي. يعني احنا هنكلمه الزملاء في الاعداد هيكلموه هيبلغوه المشكله. وحضرتك خد الورق بتاعك بكره وتروح له. ماشي 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 استاذ. تمام. والمهندس محمد الزاوي هيخلص لك الاجراءات وانت واقف في لحظتها. ماشي ماشي يا فندم. بشكر حضرتك وفعلا يعني بشكر المهندس محمد الزاوي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه البحيره على الجهود اللي بيقوم بيها من خلال تواصلنا معاه كبرنامج ومن خلال اي مزارع بيروح له مكتبه. يعني هو مش منتظر ان احنا نتواصل ونبلغه المشكله، لا هو ما بيتاخرش عن حد ومكتبه مفتوح. في خبر حلو فعلا، يعني لما بنيجي نتكلم عن الثروه السمكيه والاستزراع السمكي، مصر متقدمه جدا في هذا المجال. الزراعه بتعلن انشاء مزرعه سمكيه بتضم 10 احواض في جنوب سيناء، وده اللي اكده المهندس ابراهيم الدسوي المشرف على الاداره العامه للزراعه المحميه بمركز البحوث الزراعيه بوزاره الزراعه. ان الاداره قامت بانشاء مزرعه سمكيه مكونه من 10 احواض دائريه، سعه الحوض 30 متر مكعب من المياه، وبدء انشاء المزرعه الثاني التابعه لمركز البحوث بمدينه نويبع. اضاف المهندس ابراهيم الدسوي المشرف على الاداره العامه للزراعه المحميه بمركز البحوث الزراعيه ان الزراعه المحميه قامت بعمل الصيانه اللازمه للعشرة احواض والتشغيل التجريبي ثم استزراع الاحواض بالزريعه صنف بولتي وحيد الجنس. استاذ محمد من الغربيه اتفضل. يا استاذ محمد. سلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك برضو مشكلتنا برضو الكماوي في الغربيه مركز بسيوم. محمد من الغربية. حامد حضرتك معاك من الغربية. مركز بسيون. مركز بسيون قرية أرانشو جامعة أرانشو. حاضر. دلوقتي دي في الغربية احنا عندنا حسام الدرة وعندنا نزيه وادي محمد، ثلاث مشاكل هنوصلهم للمهندس حامد حضرتك. نعم حامد حضرتك. حامد معانا. الحيازه باسم مين؟ حضرتك الحيازه باربع فدين ووالدي موزع البطايق علينا، تمام؟ عندنا دلوقتي في اراضي خدت واراضي ما خدتش، والرز والذره طبع هو وندرس ولسه لحد دلوقتي ما صرفناش كيماوي. انتوا ما صرفتوش ليه يا حامد؟ بيقول لك الكيماوي طبعا اللي بيصرف ياخد نص الحصه، تمام؟ لا المهندس علي دلوقتي قال لي الحصه بتاعتك بتنزل على البطاقه على الكارت الذكي بتصرف. مين اللي قال لك بقى؟ مين اللي بيبلغك البيانات؟ يعني لو انت مش عندك البيانات كامله اديني اللي قاعد جنبك. ودي اللي معاك. طب ادهولي. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ الله يبارك لك. منور الدنيا. ده انت اللي منور يا باشمهندس. ربنا يكرمك. الكارت الذكي ده باسم حضرتك صح؟ ايوه. لما انت رحت الجمعيه وهو ضرب على الكمبيوتر وشاف قال لك انت المفروض تاخد كام شكاره؟ صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. في بطايق جالها كماوي. تمام. وفي بطايق ما جالهاش. اللي ما جالهاش ما جالهاش ليه بقى؟ ما اعرفش، بقول لك دورك ما جاش. دورك ما جاش، احنا بقى هنعرف. الاعداد هياخد منك البيانات كلها بتاعت الحيازات وهنوصلها للمهندس علي عبد الجواد النهارده، واول حاجه هقولها بكره في البرنامج ان شاء الله، عشان لو ليك حق تاخده. الرجاء انا من ضمن انا رحت النهارده. ايوه. الجمعيه الزراعيه بقرنش. بعيد عليك؟ الجمعيه الزراعيه من قرنش. تمام. مركز بسيوط. تمام. رحت النهارده قال لك الكيماوي ما جاش. يعني هو عشان ما عندوش. ما عندوش، الجماعه ما فيهاش. طيب هناخد منك البيانات. بص يا حاج. اتفضل. هاخد منك البيانات، الاعداد هياخدها دلوقتي، وعندنا اكتر من مشكله هنبلغها المهندس علي عبد الجواد، هعرف كل تفاصيلها والصبح او بكره ان شاء الله اول حاجه هقولها في البرنامج وان شاء الله تكون اتحلت. تمام؟ طب ماشي. ربنا يديك الصحه، بشكرك. ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك. يعني ملف الكيماوي على فكره من الملفات الحساسه جدا يا جماعه، ومجهود كبير قوي من الدوله علشان توفر شكاره السماد للفلاح. اللي احنا بنعمله في البرنامج هنا سرعه التواصل مع المسؤولين، احنا ما بنحلش، انا ما اقدرش احل مشكله. ما احناش مسؤولين. احنا بنوصل رساله حضراتكم للمسؤول اللي بيشتغل. طب هي تتحل ليه؟ عشان احنا قدرنا نوصل، طب هو المفروض ان الفلاح يعرف يوصل ويدخل اي مكتب
ده حقه. ايوه بس المشكله ان في مدير جمعيه المفروض هو اللي بيوصل رسالته او بيتابعها. طب ما يروح الاداره الزراعيه. انا بناشد الفلاح ان هو يدخل هذه الاماكن. لو احنا عندنا اعتقاد سائد من سنين ودي بتتقالي على الهوا، اصل انا لو رحت ما حدش هيدخلني. ما ينفعش الكلام ده. لا لو رحت هتدخل، ولو رحت لازم تاخد حقك. والساده وكلاء وزاره الزراعه ما بيتاخروش، مكاتبهم موجوده للفلاحين، هو ده شغلهم، هو ده شغلهم. احنا حلقه وصل، احنا بنوصل الرساله للمزارع، قناه مصر الزراعيه عموما بنوصل رساله المزارع للمسؤول، وبنوصل من المسؤول للمزارع المعلومه الارشاديه. يعني انا زي ما بتكلم مع حضرتك وبناقش المشاكل، حلقات كتيره جدا بيبقى معايا مسؤولين داخل الاستوديو بنناقش المعلومات الزراعيه. المعلومه الارشاديه مهمه جدا، ليها قيمه يا جماعه وليها ثمن. انا هزود انتاجي ازاي من غير معلومه ارشاديه؟ مش هقدر، لا يمكن. خصوصا ان احنا عندنا تحديات وعندنا عوامل ظهرت جديده في الزراعه. ان انا اشتغل بالنمط القديم تقاوي ممكن اتقي من الموسم الماضي او اتقي من عند جاري، ده بقى امر مرفوض، لان انت كل ما بتشتري تقاوي حديثه ومعتمده ومنتقاه انت بتزود في انتاجك وبتوفر في التكلفه. النهارده في تقاوي منتقاه كل المحاصيل مبكره النمو. يعني ايه مبكره النمو؟ يعني هتوفر لي عدد ريات، لان هي خلاص النمو بتاعها بقى في وقت وجيز، مقاومه للامراض، يعني مش هتصاب بامراض، مش هشتري مبيدات، مش هرش، مش هبقى عندي مشاكل. مش ده كله هيوفر على المزارع؟ ده يعرفه منين؟ فأنا بدعو كل مزارع إن أنت معانا تابع المعلومة على شاشة مصر الزراعية، هي موجودة على مدار اليوم. ما تقوليش مش هعرف مش هلاقيها، لا بالعكس، ما فيش حد بيتصل بالقناة إلا لما بيدخل وبيسأل وبيتكلم بكل حرية. أستاذ محمد من الشرقية اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سامح. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. أنا حضرتك كلمتك من الأسبوع اللي فات على كارد البيتيلو، وحضرتك قلت لي أكلم من الدكتور طارق. وما ردش الدكتور طارق لحد دلوقتي ما ردش عليا. عارف الاسبوع اللي فات انا فاكرك كويس. الاسبوع اللي فات ده كان يوم الاربعاء، ثواني. ايوه. والخميس كان الاجازه الرسميه. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. والجمعه اجازه، صح ولا انا غلطان؟ صح. النهارده الحد احنا كلمنا الدكتور طارق سليمان وادينا له المشكله، هو بيتابعها مع البنك. خلي بالك ان قرض البتلو اكتر من طرف، يعني وزاره الزراعه والبنك الزراعي. فما تقلقش. خلاص ماشي. يعني احنا اللي بنتابع ماشي. كمان ومش ساكتين ومش ناسيين، ولا المسؤولين ناسيينكم. انا حكيت لك اهو، قلت لك انت اتكلمت امتى وايه اللي حصل بعدين. ايوه صح كده، صح يا فندم، صح. بشكرك. ماشي يا باشا، بشكر حضرتك. وده مثال حي اهو على الهواء. قبل المداخله دي انا بقول صوتكم ورسالتكم وصل. دخل المداخله الحاج محمد، اهلا وسهلا، كلمتك الاسبوع اللي فات وقلت لي هكلم الدكتور طارق سليمان. حصل، انا ما انكرتش. بس حصل امتى؟ قلت له حصل يوم الاربعاء في اجازه رسميه والاجراءات وفي متابعه مع البنك الزراعي. على فكره بقى التواصل ده في حد ذاته حل للمشكله. ليه؟ المزارع ممكن يبقى او المربي قاعد الان مش عارف ايه اللي مستنيه، هو عايز فلوس مستنيها بتاعت قرض البتلو عشان يشتغل وعشان يربي عشان هيروح ينزل يشتري مواشي. على فكره ده ممكن يكون حجزها. طب اقول لك على حاجه تانية، هو ممكن يكون جابها عنده خلاص في الحظيره بتاعته، خدها من واحد من المربيين وقال له ده انا هصرف وهجيب لك حقها. بتحصل. فهو ليه حق يبقى قلقان لما يحس ان رسالته وصلت للمسؤول وبيتابع معاه، هيشتغل وهو مطمن. ده اللي بيحصل. يا استاذ عصام، معايا عصام ولا مين يا جماعه؟ يا عصام بيه، يا استاذ عصام. ايوه يا باشا انا معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ سامي؟ اهلا بيك. الله يخليك. بقول لك معلش، انا عايز اعرف الكيماوي اللي بتصرف من الجمعيه. ايوه. بس صيفي وشتوي ولا على حسب الزرعه المزروعه؟ حسب الزرعه المزروعه. يعني انا مثلا زرعت 3 زرعات في السنه. ليك زرعتين بس. انا ليا زرعتين بس اللي اصرف عليهم كيماوي. ايوه. الثالثه لا. انت ليك صيفي وشتوي. تمام؟ فانت شاطر شويه، فجيت زرعت العروه النيل اللي هي ما بين الصيفي والشتوي. مظبوط. دي بتاعتك انت. يعني اشتريها انا من بره عادي؟ دي ما بقول لك انت فلاح، انت فلاح من زمان. بتتعامل مع الجمعيه. ايوه. المفروض ان انا اللي اسالك. على فكره انت تعرف اكتر مني وبكلمك بكل امانه، انت اشطر مني. وعلى البحث العلمي نفسه ابتدى من عندكم.
يعني الباحثين ابتدوا الزراعه، الفلاح هو اللي ابتداها من 7000 سنه، احنا اللي علمنا الدنيا الزراعه. فلما تيجي تقول لي زرع صيفي، طب انت زرع ايه؟ زرع نيلي. انا زرعت بطاطس. بطاطس. ورجعت زرعت لوبيا عليها، اللوبيا الصيفي اللي بقى البطاطس الصيفي. ايوه. اللوبيا زرعتها ما صرفتش عليها كماوي. ما هي انت مع انها بتاخد كماوي كتير يعني. لا ما هي بص دي صيفي. تمام؟ اه. وانت خلاص خدت الكماوي بتاع الصيفي. اللوبيا هتصرف أنا هتصرف أنا بس اللوبيا بتكسب، ما هي برضه ما شاء الله سعرها حلو. والكيلو بكام دلوقتي؟ بيبيعها ازاي انت؟ والله الكيلو تجاري النهارده ب 15 يعني بتشحت النهارده. بتشحت ليه؟ انت زارع مساحه قد ايه؟ انا زارع فدانين. ربنا يا رب يبارك لك. الفدانين جايبين كام انتاج؟ احنا والله جمعنا اول جمعه طلعت جمع يعني ما مش مره واحده. انت عارف المتوسط بتاعك بيبقى مجزي فاهمني؟ وانا بشكرك ان انت شاطر يعني، انت جيت قلت استفيد. اللوبيا انت هتشيلها من الارض امتى بقى؟ انا اللوبيا لسه انا جمعت جامعه جابت معانا 750 كيلو جامعه الاولانيه. جامعه الاولانيه قدامك لغايه اخر كام؟ اخر 8 ولا اول 9؟ والله لا ده هي خضره لسه ومديها طرح حلو يعني. لسه قدامها شويه. قدامها تقريبا كمان شهر لسه يعني. لا ربنا يوفقك يعني. الله انا بشكرك بس هو انت بتصرف الكيماوي على الصيفي وعلى الشتوي، فانت زرعت زرعتين في الصيفي خلاص انت مالكش كيماوي تاني. مظبوط. ربنا يوفقك. كل سنه وانت طيب. انا بشكر كل مزارع بيجتهد وبيزود من انتاجه. يعني حاجه جميله جدا، هو يقول لك انا زرعت زرعتين. ما سابش ارضه فاضيه، وده اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات واللي قبله، وقلنا يا جماعه خلي بالكم من 20/8 لغايه اول 9 انسب وقت لزراعه البرسيم الفحل. وقلنا واتكلمنا وناقشنا الدكتور مصطفى عبد الجواد الاستاذ بقسم الاعلاف بمعهد المحاصيل الحقليه، وقلنا من 20/8 ل 1/9 انسب ميعاد لزراعه البرسيم الفحل، والتقاوي موجوده في مركز البحوث الزراعيه. واتكلمنا وقلنا ان هيبقى في عائد بيتراوح ما بين من 13 ل 15 الف جنيه في 70 يوم. في بعض الناس كلمتني بعد كده او تواصلت مع الاعداد، طب انتوا عندكم حد ياخد المنتج؟ هقول لك انت بتتكلم على اعلاف خضراء وبتتكلم على دريس النهارده كل الناس بتدور عليه. وعلى فكره بقى في موسم الحصاد بتاعه بيبقى الناس محتاجاه اكتر. النقطه الثانيه ان انا خلاص داخل على موسم شتوي، اللي هيزرع غله فهو كده عمل نوع من خصوبه التربه وقلل 50% من استهلاك الاسمده. ده كلها مميزات، مفيش حاجه اسمها ان انا فلاح اقعد وارضي اقول اصل انا لسه هزرع الشتوي كمان شهرين. طب ما انت موجود اهو دلوقتي، طب ما تشتغل. استاذ ياسر. السلام عليكم يا فندم. اهلا بيك. الله يكرمك يا باشا الله يخليك. والله لو سمحت ست كده بس معانا حته ارض في اسوان. تمام؟ معاك حتة أرض إيه؟ إيه في أسوان يا باشا، أرض وضع يد ورحنا الهيئة وردنا عليها من سنة 2006، إحنا مجموعة مع بعضنا يعني. تمام شكك؟ أيوه سامعك. تمام ودينا حبسيات وقرايات ودفعنا على الأرض ورسوم تحصيل وكل حاجة. أيوه. ونروح الهيئة لسه تعالى بعد شهر بعد سنة بعد اثنين من 2006 سيادتك لغاية الآن ما عملولناش أي حاجة. آخر مرة رحت الهيئة إمتى؟ اخر حاجه ستة كنت من اول امبارح من يومين. قالوا لك ايه؟ قالوا لا والله لسه ما فتحش التقنين وكده هو، واحنا دافعين رسوم حوالي 217,000 من 2006 يا باشا. طيب دلوقتي الاعداد هياخد منك بقيه البيانات لان هم دخلوك بسرعه على الهواء وهيتابعوا مع الهيئه يشوفوا وضع الاراضي بتاعتكم ايه. بشكرك يا استاذ ياسر. في ملفات عشان ابقى صريح مع حضراتكم، هتتصل تقول لي اصل انا عايز اشتري ارض او اصل انا عايز اقنن وضعي. هقول لك اشتري ارض من الدوله، ما تتعملش على اي ارض الا لما يكون في عقد قانوني مستند في ايدك. هتقول لي عايز اقنن وضعي، هقنن وضعي برضو من خلال الدوله لان في مستندات هتطلب منك، في معاينه، في رسوم، دي ما فيهاش وساطه. بشكر حضراتكم والى اللقاء.